هو اليوم 23 اخيرا يا عيال رايحين نسوي الاغراض حق السفر عشان راح نسافر بعد كم يوم ونعطي القش لابو فله. فلا تنسوا لايك والاشتراك قبل نهايه المقطع. انا مسكر نستنى نفتح يفتح يفتح عشان نحجز التذاكر ونسوي كل شيء. طيب يا عيال كذا الحمد لله طلعنا كل الاشياء المطلوبه. انا طلعت تذكرتين لانه انا ما اقدر اسافر لحالي يعني تعرفوا ليه ما يحتاج اقول لكم. فاخصم 222 أوه الحمد لله مفلح القرش هذا حيوصل. ويا عيال شكرا ليس فيزا الله يعطيهم العافيه ما قصروا معي قعدوا ايام كثيره عشان يحاولوا يساعدوني وعشان اطلع كل شيء واضبطه. فيعطيهم الف عافيه. اللي حاب يحجز عندهم تاشيره او شيء تلاقوه تحت في الديسكربشن وكمل المقطع. يا عيال انا مو مصدق اخيرا الحمد لله ابو فله بالتويتر سوالي ريتويت وواحد اسمه سعيد اشرف اقسم بالله يا عيال هذا احسن بني ادم بالدنيا نزل عني تويتر ومنشن ابو فله ابو فله ريتويت وخلاص هنسوي السلسله الحمد لله. ما ادري ايش اقول انا غير الحمد لله وشكرا لكم كلكم. والحين باقي كم يوم نسافر خلينا نجمع فلوس عشان نسافر مو ضايع شيء. شكرا يا عيال كذا نقدر نقول الحمد لله. خلاص ابو فله شافه وعرف والقرش راح يوصل لك بعد كم يوم قاعد تشوف الستوري. حجزنا تذاكر الطيران حجزنا كل شيء نشوفكم دبي. شكرا لكم وشكرا يا سعيد اقسم بالله يا عيال لولا ثم سعيد ما كان صار شيء. شكرا مره. شوفوا رجعنا المول ما حد يدري اني رجعت بس انا رجعت لسبب واحد كل شخص ساعدني ابغى اروح اشكره الحين راح اقول لهم شكرا عشان خلوني اوصل اللي اعطاني النص واللي اعطاني القرش. اليوم نرجع نشكر الناس نودعهم انه حنسافر فهمتوا ويمكن بعد منها نبيع مويه خلينا نشوف. شباب قامت السلام عليكم كيف الحال؟ هلا والله هلا والله الحمد لله تمام. ابشرك باقي حجزت تذكره الطيران خلاص مسافر رايح اوصل القرش وحبيت اجي اقول لك شكرا عشان انت السبب اول دينار. يعطيك العافية، هذا شكرا، هذا النص، هذا نصين، فالحين وصلنا دينار، أخيرا بعد ساعتين تعب. الله يعطيك العافية، شكرا. خلاص خلينا نلفف على المطاعم، نشوف في أحد يبغى إعلان ولا لا. والله والله شوف محتوى. موجود هون صاحب المطعم أو المدير أو إيش زي؟ لابس نظارة؟ السلام عليكم كيف حالكم؟ معليش على المقاطعة. أنا يوتيوبر مسوي سلسلة في يوتيوب تمام؟ ببدأ من قرش واحد وهذا القرش لازم أوصله أبو فله في 30 يوم. فالحين بسوي إعلانات للمطاعم إذا حاب أسويكم إعلان. يا شباب خلينا نروح عند اللي بعده. مين اللي بيكون هون؟ في واحد ثاني بيشتغل وينه؟ اللي بلس عالدراج؟ روح خلاص بطل؟ روح لا يا زلمة اشتغل هو بيشتغل شفت يعني. صباحي هو؟ سلم لي عليه قول له اليوتيوبر بسلم عليه. والله الجوكر هذا كيف الحال؟ اسوي محتوى قاعد اسوي محتوى ريان اسم القناه ريان شديد فيها لايكات في لايكات الحمد لله انت شوفه خش كان اشتغلنا فيه ونودعهم عارف انه انا ما حروح الا كم يوم حاسس نفسي اني حسافر وما ارجع للابد بس شباب عشان نسوي محتوى. والله اقول لكم الصراحه نتسلق برج ايفل الحين نعطيكم شويه حركات بركات بالمونتاج فيلا يا شباب. تدروا انه كان في هذا جسر مشاة بس انا كنت عبيط اقطع الشارع وكنت اعرض حياتي للخطر الله يهدين. هلا والله فيسبوك مين؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ وين مهند؟ مهند مين؟ ايوه صباحي صباحي شاب والله من هلا والله كيف الحمد لله تمام. هلا والله هلا والله كيف الحال؟ هلا والله كيف الحال؟ شو جاي تصور عندنا اليوم؟ خلاص جاي اودعكم تودعنا خلاص رايح دبي بطلع معك السعوديه رايح دبي انا والله وانا طالع دبي خلاص دن دن كيف الحال؟ هلا والله كيف الحال؟ خلاص كيف الدنيا؟ كيف كل شيء؟ هلا عمي هلا والله والله الحمد لله تمام والله عيب خلاص بكره بعد كم يوم مسافر جيت اودعكم رايح دبي احنا نوصل قرش لابو فله لا يا زلمه خلاص ايوه الله يسر مقاطعك حتنزل بعد كم يوم اوعى الحين خلاص جمعت المبلغ جمعت كل شيء كم يوم مسافر خلاص رايح اوصل القرش
هلا والله، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. والله انت كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. كيف الوضع؟ خلاص كذا يا شباب، بيكون ودعنا الناس وعاد ان شاء الله ارجع من مجلس المشاة وارجع من اندعس عاد. شكرا الله. لا لا الحمد لله الوضع بالسليم. فأتوقع انه هذا مقطع كان خفيف بسيط، حبيت اوريكم ايش صار معايا اليوم. طلعنا تذكر الطيران ودفعنا كل شيء وخسرنا كثير فلوس، هذه لازم نعوضها بالامارات ان شاء الله. وابو فله اخيرا عارف عن الموضوع وتوقع انه راح نوصل القرش له. فشكرا لكم على المشاهده، كان معاكم ريان، لا تنسوا لايك الاشتراك، نشوفكم بكره، السلام عليكم. ما ادري شايفيني ولا لا اصلا.